Raina, umur kita? Si. Tahun. الحمد لله. يدرسون النشيد أم لا هنا؟ لا. لا يدرسون الأناشيد. ما عندكم أناشيد؟ ما. لا تعلمونهم الأناشيد؟ لا. محمد، ماذا تعمل في يومك؟ في الصباح تأتي إلى المدرسة؟ صح. في أي ساعة؟ لا يفهم. في. ما معنى في؟ الصباح عندنا صباح مساء وليل. ما معنى صباح؟ مساء ليل. ما معنى في الصباح؟ ما معنى في الصباح؟ تأتي. ما معنى تأتي؟ يأتي. 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 بكي. إلى. ما معنى إلى؟ إلى. انظر في إلى. في إلى. إذا قلنا إلى. إلى. أوكي؟ إلى. هذا إلى. إلى. اسمع جيدا. وإذا قلنا إلا. ما معنى إلا؟ إلى معنى بالإندونيسيا؟ ما معنى إلى؟ جوالي. بمعنى إلا. أوكي؟ إلا. يأتي محمد مثلا. ما اسمك؟ فاكي صح؟ أركان. في الصباح يأتي إلى. ما معنى إلى؟ ما معنى إلا؟ إلى. إلا. انظر جيدا. إلا. أركان يأتي إلى المدرسة. ما معنى المدرسة؟ ما معنى الفصل؟ مدرسة. فصل. ما معنى الفصل؟ ما معنى القسم؟ قسم. نقول فصل أو قسم. ما معنى قسم؟ في العربية الفصل أو القسم نفسه، أوكي؟ نفسه. أنتم تفهمون قسم. ما هذا القسم؟ ما اسم الفصل؟ قسم هذا؟ ما اسمه؟ مع تتعاملون بالأسماء مثلا؟ لا. نحن في المدرسة هناك نقول فصل تونس، فصل الجزائر، بخارى. لا. لم نتعامل. بس الصف الثالث. أو الصف الثالث فقط. بي. نعم. الصف الثالث بي. الباء. نعم. هذا فصل. الفصل الثالث بي. صح. باء. باء. ما معنى باء؟ بي. باء أو بي. الفصل الثالث بي. محمد يأتي في الصباح إلى المدرسة. لماذا؟ لماذا تأتي إلى المدرسة؟ نعم. تتعلم. بالعربية. لماذا تأتي إلى المدرسة؟